السلام عليكم ورحمة الله مشاهدين الكرام في هذه الساعة من التغطية. عملية واسعة أطلقتها قوات الجيش الليبي اليوم بإسناد من سلاح الجو استهدفت ميليشيات حفتر في مختلف المحاور والمواقع، وأسفرت عن تقدم لقوات الجيش. إلى أين وصلت قوات الجيش في تقدمها، وما هي أبعاد هذه العملية ونتائجها حتى الآن؟ نحاول رصد كل ذلك وتحليله في هذه التغطية، ولكن بعد أن نتابع هذا التقرير. شهدت محاور القتال جنوب العاصمة طرابلس منذ ساعات الصباح الأولى من يوم السبت اشتباكات عنيفة عقب إطلاق قوات الجيش عملية عسكرية واسعة لطرد فلول ميليشيات مجرم الحرب حفتر من أطراف العاصمة. العملية التي أعلن عنها مسبقاً الناطق باسم بركان الغضب مصطفى المجعي دون أن يحدد موعدها أسفرت عن تقدم قوات الجيش وسيطرته على مواقع جديدة أبرزها مصنع الإسمنت ومعسكر سوق الخميس والأحياء المحيطة بهما، فيما واصلت المدفعية الثقيلة استهداف مواقع ميليشيات حفتر في محاور طريق المطار والسبعة، في حين تقدمت قوات الجيش في محور وادي ربيع وعين زارة واليرموك والخلة وزطارنة والجوعة، حيث وصلت قوات بركان الغضب إلى مركز شرطة الخوالق قرب ترهونة. وخلال تقدمها تمكنت قوات الجيش من القبض على عدد من أفراد الميليشيات الغازية وتدمير عدد من الآليات المسلحة وفق ما صرحت به مصادر عسكرية. وقال الناطق باسم الجيش الليبي العقيد محمد جنونو إن عملية الجيش اليوم تمت وفق خطط مدروسة وضعتها قيادة الجيش وبغطاء من قبل سلاح الجو الليبي الذي واصل على مر الأيام الماضية عملياته القتالية، حيث دمر رتلا تابعا للميليشيات قرب بني وليد واستهدف مواقع وتجمعات في ترهونة والعربان ومناطق أخرى. ومع تواصل العمليات العسكرية وتصاعد وتيرتها بدا جليا أن قوات الجيش التابع لحكومة الوفاق الوطني قد استعادت زمام المبادرة وأصبحت تتحكم بشكل كبير في مجريات العمليات العسكرية وتحديد زمان ومكان حسم المعركة. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، ويسعدنا أن نرحب في هذه الساعة من التغطية بضيوفي هنا في الأستوديو الأستاذ محمد كرير مدير المنتدى الليبي للتواصل والحوار. مرحبا بك أستاذ محمد. وأيضا معنا في استوديوهاتنا في مصراتة السيد عمران شتاوي الإعلامي في عملية بركان الغضب، نرحب بك سيد عمران. وكذلك معنا المحلل السياسي والعسكري السيد محمد النعاس من استوديوهاتنا في طرابلس. ولعلي أبدأ من مصراتة مع السيد عمران شتاوي. بداية سيد عمران، لو أطلعتنا على آخر التطورات ميدانيا لعملية بركان الغضب حتى هذه الساعة. أولا مساء الخير لك سيد عبد الرحمن، ومساء الخير لضيوفك الكرام. هذا ما حدث هذا اليوم في عدد من المحاور من اشتباكات واتفاق ما بين قادة المحاور تم التجهيز له منذ أسابيع في الواقع، وكنا في لقاءات سابقة لعدة مرات أشرنا بأن هناك عملية ستكون موسعة وفيها تآلف كبير واتفاق وتوافق ما بين المحاور جميعها تقريبا. هذه الاشتباكات اليوم كانت بهدف مزيد من استنزاف لميليشيات حفتر وتجهيزاتها، وفعلا هذا الذي حدث بعد أن مهد أو سلاح الجو التابع لحكومة الوفاق مهد لحركة القوات على الأرض، وقد تحقق ذلك بعد أن تم استهداف مدرعات وأيضا سيارات تحمل سلاح الجراد التي كانت تستعد لقصف بعض المناطق في جنوب العاصمة. ثم تحركت المحاور بساعة معينة أو في ساعة معينة بناء على اتفاق معين كما أشرت، يعني منذ مدة هذا التحرك كما أشرت هو بقصد تحقيق تقدمات جديدة وتعزيز من المواقع، وإن لم يكن هذا هو القصد الأساسي إنما هي اختبار لعملية واسعة ستكون أو ستتبعها عمليات أخرى مشابهة بهدف، وهو الهدف الرئيسي هو استنزاف
ميليشيات حفتر، وأيضا إصابة عدد من يعني تجهيزاتها ومعداتها العسكرية، وأيضا تحقق الجزء الآخر وهو السيطرة على أماكن لم تكن تصلها من قبل قوات بركان الغضب، وهو أيضا أمر غاية في الأهمية، خصوصا ما يعرف بشيل سويحلي والتقاطع في طريق النهر. هذه الأماكن لم تكن تصلها قوات بركان الغضب، الآن وصلتها وعززت من مواقعها. في السبعة أيضا لم تكن هناك تقدمات كبيرة، لكن كانت هناك إصابة لبعض المعدات العسكرية لهذه الميليشيات عن طريق سلاح الجو، بالإضافة إلى أن بعض المحاور الأخرى كانت تتعامل بالمدفعية الثقيلة، خصوصا محور وادي الربيع. هذا يعني باختصار فيما يتعلق بما جرى هذا اليوم. إذن الهدف الرئيسي بحسب ما ذكرت سيد عمران شتاوي هو استنزاف ميليشيات مجرم الحرب حفتر بشكل أكبر والتمهيد لعملية قادمة ربما تكون أوسع. نعم بكل تأكيد سيد عبد الرحمن، يعني عندما نتحدث عن اتحاد لهذه المحاور والهجوم في ساعة معينة في نقطة معينة، هذا يعتبر تقدم كبير. هذه هي المرحلة الثانية التي تحدث عنها قادة المحاور، هذه هي المرحلة الثانية وقد بدأت بالفعل استنزاف لقوات أو ميليشيات حفتر، ومن ثم التمهيد لمعركة أخرى تكون أوسع وأكبر. بالإضافة إلى أنه من الضروري جدا أن يتم اختبار تحرك المحاور مع بعضها، هذه نقطة مهمة لم تحدث من قبل، وأيضا معرفة يعني حجم القوة لدى الطرف الآخر. هاتين النقطتين هما من الأهمية بمكان، بحيث اليوم ظهرت النتائج وبات جليا بأن ليس لدى هذه الميليشيات قوة كما كانوا يدعون. سيد محمد النعاس، من ناحية تحليلية ربما عسكرية، كيف تنظر أنت إلى هذه العملية والتي ربما من أهم أهدافها هي اختبار القدرة بين المحاور أو القدرة على التنسيق فيما بين المحاور في عملية واحدة تكون موسعة، كيف تنظر أنت إلى هذه العملية؟ بسم الله والحمد لله، أحييك وأحيي ضيفيك الكريمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أبناءنا الذين استشهدوا في هذا اليوم عنده في عليين وأن يكتبهم عنده من الشهداء. ففي كل مرة نودع كوكبة من فرسان المغاوير إلى جنات الخلود دفاعا عن هذا الوطن، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بالنصر وأن يرفع عنا هذا البلاء وهذه الحرب العبثية التي تحصد الأرواح والممتلكات. أما بالنسبة لما حدث اليوم، فبالنسبة لمحور عين زارة أعتقد أن حسب ما قالوا هم أنهم حقوا تقدمات، ولكن يبدو أنه لم يجري طرد العدو إلى خارج الطريق الدائري الثالث. نحن نأمل أن يتمكنوا من السيطرة على سيمافرو وادي الربيع، وبذلك يطرد العدو خارج الطريق الدائري الثالث، وتبدأ مدفعيتنا في دك قواته ما وراء هذا الطريق وشركة النهر وغير ذلك. أما بالنسبة لما ما 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 يطلج الصدر ويلفت النظر هو موضوع سوق الخميس. أعتقد أنه هو القتال الرئيسي اليوم تقريبا حسب ما فهمت من الأخبار أنه في سوق الخميس، حيث تم السيطرة على معسكر سوق الخميس ومصنع سوق الخميس. إذا وصلت قوات هناك واستطاعت السيطرة على منطقة سوق الخميس وهي آخر نقطة مأهولة بالسكان بعد السبعة، بعدها تأتي فم ملغى حوالي 17 أو 18 كيلومتر. إذا استطاعت قواتنا، لأن الأخبار غير واضحة بالضبط، لكن أقول أنا إذا استطاعت قوات تصل هناك وتمركزت هناك واتخذت مواقع دفاعية على الأقل ثلاثة أيام، وعجز العدو عن طرده من هناك أو استرداد ما سيطر على قواتنا، فهذا يعني أنه غير قادر على شن الهجوم المضاد. هذه مسألة مهمة جدا تحتاج إلى توضيح.
إذا وصلت قواتنا اليوم إلى سوق الخميس فهذا يعني أنها بين وبين فم ملغى ما ممكن 17 أو 18 كيلومتر. فم ملغى بعده مباشرة يوجد الدوون، منطقة الدوون، منطقة الدوون هذه هي التي تتسرب منها قوات العدو عبر محور الخوالق في القربولي، وتأتي بالإمدادات إلى منطقة قصر بن غشير وخلة بن عون، وهذه المناطق التي يتمركز فيها هذا العدو الجائر. أعتقد لأن الأخبار غير واضحة ولا توجد بيانات عسكرية مفصلة، ولكن إذا فعلا أنهم هم سيطروا على منطقة سوق الخميس فهذا يعني مهم جدا، والحفاظ عليها واتخاذ موقع دفاعي فيها هذا مهم جدا، يعني بداية نهاية العدو في ذلك المحور الذي يتحرك فيه عبر ترهونة وبن وليد. كذلك نحيي سلاح جونا الذي ضرب في عدة مناطق، الحقيقة ضرب في وادي دينار، وضرب في جنوب ترهونة، وضرب في على الطريق الرئيسي الرابط بين بن وليد يعني من يومين الماضيين، وضرب رتلا مكونا من دبابات ومدفعية ودخائر رجمات. هذا يعني أن الاستطلاعات الجوية لسلاحنا الجوي تجري على وتيرة جيدة، وأعتقد أن ما حدث اليوم يعتبر بادرة جيدة. نأمل من قيادة قواتنا الباسلة أن تستمر في هذا الاتجاه الإيجابي. نعم سيد محمد النعاس، أنت تساءلت يعني عن مدى صحة المعلومات حول السيطرة على منطقة سوق الخميس، ولعل معنا يعني عمران شتاوي الإعلامي في عملية بركان الغضب وقد يعني يجيبك عن هذا السؤال. لكن كما أكد السيد عمران أن الهدف من الرئيسي من هذه العملية سيد محمد ليس التقدم بقدر ما هو استنزاف قدرات العدو وقوات العدو، وكذلك اختبار القدرة على التنسيق ما بين مختلف المحاور وأيضا سلاح الجو ربما. فأنت كيف يعني نظرت إلى هذه العملية؟ هل هناك شيء مميز فعلا فيها يختلف عن السابق؟ طبيعي، لما قواتنا تدخل منطقة سوق الخميس معناها تركت السبع وراها سبعة يعني بعدها حوالي 40 كيلومتر، بينما سوق الخميس 50 كيلومتر بالضبط. يعني فهذا يعني أن المحور السبيعة الآن معطل بالنسبة للعدو ولا يستطيع أن يستخدمه كطريق الإمداد، ولكن هو أصلا من مدة لأن قواتنا ضربت هذا المكان وهذا داتا، كذلك سيطرت على المحور الذي يربط بين الهيرة جنوب شمال غريان وكذلك السبيعة، فالعدو لم يعد قادرا على استخدام هذه المحاور لإمداد قواته في قصر بغشير وفي منطقة ودربع، فهو يستخدم الطرق الجبلية التي تنطلق من المنطقة التي تأتي وراء مشروع بوعايشة اللي فيه المطار الزراعي، وكذلك من منطقة الدوون في ترهون التي تأتي بعد فم ملغى مباشرة على يسار الطريق، يستخدم الممرات الجبلية لإيصال إمدادات قواته. فكلما نجحت قواتنا في قطع الإمدادات عن العدو كلما أصبح موقفه أكثر خطورة. نعم سيد محمد كرير، نرحب بك مجددا. كيف تابعت أنت يعني هذه العملية وكيف ترى ربما آثارها سياسيا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللضيوف الكرام ولكل مشاهدي قناتكم الموقرة، واسمح لي ابتداء أن أزف البشرى لأهالي الشهداء، وفي نفس الوقت نعزي أنفسنا وأهالينا في هؤلاء الشهداء، واسمح لي في خصوصية معينة أن أعزي أحرار وحرائر وثوار مدينة صبراتة في الأستاذ القدير الذي كان على رأس مكتب التعليم في مدينة صبراتة، الأستاذ محمد محمد الفتوري الدباشي وابن أخيه أحد القادة الميدانيين الفتوري الدباشي الذي استشهد اليوم، وتوفي الأستاذ محمد وهو من المهجرين ومن الأساتذة في التعليم على مستوى عالي من المهنية والكفاءة والإدارة، ونسأل الله أن يتقبلهم عنده في عليين وكل الشهداء الذين ارتفعوا اليوم في سبيل الدفاع عن الوطن والعرض والدين. ما حصل اليوم أخي الكريم في حقيقة الأمر هو صورة رائعة
إن دلت فإنما تدل على عدة معاني وعدة رسائل، وإن كانت من الميدان العسكري لكنها في حقيقة الأمر هي رسائل سياسية تمثل جزء كبير من الهوية الليبية التي يجب أن يتمسك بها كل الليبيين. كيف؟ اليوم تكاملت صورة تكتيكية عسكرية في أن فتحت المحاور بتنسيق عسكري، وهذا إن دل فإنما يدل على أن هناك تنسيق أو توحد على مستوى القيادة العسكرية وعلى مستوى الفكرة وعلى مستوى التكتيك، وكما تفضل الأخ المتداخل بالأول، وهي كأنها عملية أيضا مناورة واختبار للقوة واختبار لهذا التطور النوعي في المحور أو في المجال العسكري على الأرض. وحقيقة الأمر كانت، يعني أعتقد أنها كانت مفاجئة ومباغتة للعدو، وهو الآن في حالة ارتباك، وهناك يعني تسريبات مفاجئة ومباغتة، رغم أن تم الإعلان عنها منذ يومين سابقين ربما. نعم، أن سيتم هناك عملية موسعة الأيام القادمة. عملية موسعة، لكن العدو دائما تعود على أن يفتح محور والآخر لا يفتح، أن يفتح محور مع محور، لكن أن تفتح كل المحاور وبهذا النسق وبهذا التوافق وبهذه المهنية العالية، أعتقد أنها صفعة قوية وجديدة ونوعية للعدو، وهي في حقيقة الأمر كفاءة عالية في قواتنا وثوارنا البواسل الذين نفذوا وطبقوا هذه الخطة وهذه التعليمات. هذا المستوى العالي والمهني الرائع، هذا التلاحم الذي قدمت فيه الأرواح والأنفس والأطراف والتضحيات والجهود الكبيرة، يجب أن يضاهيه بالمقابل توافق وتنسيق كبير عالي على المستوى السياسي والمستوى الإداري والمستوى الأمني المدني، وهو الذي نطمح إليه. يجب أن يرتقي هذا الجانب السياسي الإداري المدني الأمني إلى مستوى التلاحم اليوم، وإلى مستوى التنسيق والتوافق الذي حصل في الميدان في المحاور العسكرية والتقدمات التي حصلت. هذه الرسائل الرائعة القوية، هذه التضحيات في حقيقة الأمر هي عنوان المرحلة، وهي التي يجب أن تكون منطلق التأسيس لما بعد الحسم ولما بعد النصر، حتى لا تكون هذه التضحيات تذهب هباء منثورا معاذ الله ولا سمح الله، وحتى لا يكون المسار السياسي إما ضعيف أو نائم أو يغرد خارج سرب هذه التضحيات. ونحن الآن أمام مثال من التوافق والتلاحم الذي ليس فيه مجال للهزلية وليس فيه مجال حتى، يعني أنت تريد أن تقول كما استطاعت المحاور المختلفة أن تحقق هذا القدر من التوافق والتنسيق، فينبغي أيضا في الجانب السياسي أن يكون في نفس المستوى أو أعلى منه، بل يجب أن يقود هذا الحراك التوافقي النوعي العسكري، ويجب أن يثمنه ويجب أن يتصدر وأن يتقدم أكثر هو، حتى فعلا يشعر هؤلاء الذين يضحون بأنفسهم وأطرافهم وأجسادهم وأرواحهم أن لديهم قيادة ومظلة سياسية وقانونية وإدارية تستطيع أن تتوج هذا التوافق وهذه الجهود والتضحيات وهؤلاء الشهداء والجرحى والمبتورين بنتائج النصر وبنتائج الأهداف والمبادئ التي من أجلها قتلوا واستشهدوا في سبيل هذه الأهداف. نعم. والمبادئ هي حقيقة الأمر تطور كبير جدا على المستوى العسكري، يجب أن يضاهيه وأن يتقدم صفوفه التطور النوعي السياسي والدبلوماسي في تنسيق رائع ندوس فيه على الأنا الحزبية والشخصية الضيقة. طيب. ونرفع فيه من الأنا الوطنية للشعب الليبي. هل تلاحظ كمتابع بأن هناك تحسن في الأداء العسكري ما بين قطاعات الجيش الليبي المختلفة، سلاح الجو ومختلف المحاور، في مقابل تردي ويعني انهيار في صفوف ميليشيات مجرم الحرب حفتر مع الوقت؟ لو لاحظنا بداية الهجمة العسكرية المشؤومة في 4/4 وما حصل اليوم وقبل أيام وبأضدادها تتبين الأشياء، أعتقد أن الفرق كبير جدا، وأن هذا الفرق هو تطور في الاتجاه الإيجابي من حيث النوع وكذلك من حيث الكم والأداء. يعني هناك تطور فعلا العشوائية والعفوية
والفراغات التي كانت توجد في عدم وجود التنسيق الكامل أو عدم وجود التخطيط المحكم والدقيق، نعتقد الآن وخاصة اليوم أنها تلاشت بدرجة كبيرة جدا، وأصبح هناك تكتيك رائع على المستوى الأرض، على مستوى محاور الأرض وعلى مستوى الطيران النوعي، هناك أهداف دقيقة، هناك استطلاعات وجمع للمعلومات الجوية، وهناك ضربات دقيقة تجنب المدنيين وتستهدف الهدف والمطلوب في المكان والزمان المحدد. بالمقابل هناك المحاور على الأرض تسير الآن وفق نسق متوازي، في هناك اتفاق عام، هناك خطة عريضة واضحة الملامح الآن بدت تتبين للعيان وحتى للذين لا يفقهون كثيرا في المجال العسكري. إذن نحن في مسألة التطور في الوقت الذي فيه العدو في حالة تشرذم وفي حالة تقهقر، هناك من يسلم نفسه وهناك من يهرب وهناك من يفر، وهناك تخبط حتى في المسمار الذي صدر مؤتمره الصحفي من أبو ظبي من ربما أن نعود إلى هذه المعركة قريبا أن تحسم، لعلها تحسم ضده وستكون ربما نحتاج إلى تعليق خاص على هذا المؤتمر الصحفي من سيد محمد كرير. دعني أعود إلى سيد عمران شتاوي. سيد عمران، ربما استمعت إلى ضيوفي وخاصة سيد محمد النعاس يتساءل عن بعض المعلومات، يقول أنها غير واضحة يعني ميدانيا، خاصة فيما يتعلق ربما بمنطقة سوق الخميس والسيطرة عليها. هل بإمكانك أن تطلعنا على حقيقة الوضع في هذا المحور وغيره من المحاور؟ نعم، نحن ذكرنا أكثر من مرة حتى على صفحات التواصل الاجتماعي وعلى يعني ما يتعلق بإعلام بركان الغضب، أن أو ركزنا أكثر شيء على هذه المنطقة باعتبار أنها لم تصلها في السابق قوات بركان الغضب، لكن اليوم وصلت إلى مصنع الإسمنت بسوق الخميس، وفعلا في البداية وصلت إلى حدود هذا المكان، وباعتبار تواجد قوات داخل هذا المصنع كان يستهدف من قبل قوات بركان الغضب بالقصف المدفعي من بعيد، لكن فيما بعد فعلا دخلت قوات بركان الغضب إلى هذا المكان وسيطرت عليه، بل وأسرت حتى مجموعة من كانوا يتواجدون داخل هذا المكان. ففعلا قوات بركان الغضب الآن تسيطر على هذا المكان بحسب آخر الأخبار، هذا ما وصلنا قبل نحو ساعة تقريبا من الآن، بأن قوات بركان الغضب فعلا يعني سيطرت على هذا المكان، وله أهمية كبيرة يعلمها العسكريون والخبراء المختصين في هذا المجال. وماذا عن باقي المحاور؟ يعني لو تعدد لنا المحاور الآن حول العاصمة طرابلس أو جنوبها تحديدا، ووضع كل محور منها على حدة إذا كان بمقدورك ذلك. نعم، هو تقريبا كانت 7 محاور، يعني من بداية من السبيعة إلى زطارنا إلى طريق النهر إلى المطار إلى وادي الربيع وعين زارة. كما ذكرنا التحرك كان كامل وشامل. أعود إلى نقطة مهمة جدا سيد عبد الرحمن، وهي مسألة اختبار هذه القوات. أنا ذكرتها يعني في عرض الكلام، لكن أيضا كانت اختبار للطرف الآخر من جانب معين، وهو في السابق كان التحرك فقط يعني من محور واحد تقريبا أو محورين، هم لديهم قوة معينة أو تحت ما يسمى بالمساندة أو ما إلى ذلك، هي تتكون من مجموعة يعني من الأفراد تلقائيا يتجمعون ويذهبون إلى هذا المحور الذي يعني تشن قوات بركان الغضب فيه هجمة في أي وقت، وبذلك يعني يخففون الضغط على هذا المحور. لذلك نلاحظ في الأيام الماضية أو في المعارك السابقة التي تكون مركزة فقط في محور واحد، بأن قوات بركان الغضب بالفعل تتقدم، لكن مع تراجع بقية المحاور، خصوصا عندما نتحدث مثلا عن عين زارة ووادي الربيع، يعني عندما يتأخر أحد المحاور وخوفا من أن يتم الالتفاف على هذه القوات تتراجع. الآن اتضح أن ليس لديهم قوة كافية بحيث يتوزعون على جميع المحاور بدليل تحقيق التقدمات، يعني هذه القوة المسمى بالمساندة أو القوة الضاربة فقدت فاعليتها بمجرد أن تحركت مجموعة من المحاور، وهذه نقطة مهمة. يعني الآن
يعني كنا نعتبر هذه يعني تحرك جميع المحاور هو نوع من يعني لعلنا نطلق عليه عقدة معينة أو يعني كانت خطوة ليست بالسهلة، لكن الآن فكت وحلت هذه العقدة. المرة القادمة بالتأكيد يعني نحن على يقين بأن ستكون أكثر فاعلية وستحقق تقدمات أكبر وأكثر، وأيضا ستعزز من مواقعها، وبالتالي ستضيق الخناق بشكل واضح جدا في حال تم تكرارها الأيام القادمة. نعم سيد عمران شتاوي. مشاهدينا الكرام، بعد الفاصل نتساءل عن أهمية هذه العملية ودلالاتها السياسية وأيضا العسكرية وما يمكن أن يبنى عليها مستقبل مع ضيوفي الكرام. فاصل ثم نواصل. سيذبح الذئب في أرجاء أوطاني، وإن تردى ثياب المعز والضاني، يا داخلين ثرى غريان في غلس، ماذا لقيتم سوى أجناد بركاني؟ أنا الذي يكتب التاريخ من دمه، ومن سيفشل تدبير ابن نهياني؟ بنى غزي الهوى قلبي طرابلس، وأهل مصراتة الأمجاد إخواني، زاوي زواري وترضوني له شرف، وزلتني وخمساوي وزلتاني، لي في الأمازيغ حب لم يخف أبدا، ومن ربا درنتي شيحي ورماني، في كل بقعة أرض لي هناك دم، له سأمضي مضيي نحو غرياني. قسمت في العشق أوصالي على بلدي، وفي ثرى ليبيا وزعت أركاني، في الشرق في الغرب في أقصى الجنوب، دمي يثور إن سال منه الأحمر القاني. غدا ستنبت أزهار بفيض دم تسري مع الريح من فل وريحاني. غدا وإن غدا منا بمقربة، لا شك بعد زوال المجرم الجاني، لا شك بعد هلاك المجرم الجاني. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، ومباشرة أتحول إلى سيد محمد النعاس المحلل السياسي والعسكري. سيد محمد، استمعت إلى عمران شتاوي الإعلام في عملية بركان الغضب يؤكد سيطرة قوات عملية بركان الغضب على سوق الخميس وتحديدا على مصنع الإسمنت. نريد أن نفهم يعني ما أهمية هذا الموقع تحديدا أو السيطرة عليه. الأهمية لا تكمن في مصنع الإسمنت، الأهمية تكمن في منطقة سوق الخميس والمانع الطبيعي الموجود فيها اللي هو وادي المجنين. فالمنطقة ما بين سد وادي المجنين وسوق الخميس هذه منطقة فيها كثير من التباب، وفيها وادي المجنين، فيها كثير من الغابات يستخدمها العدو لإخفاء قواته وراجماته ودباباته ومدفعيته لشن الهجوم، لشن أي هجوم. فإذا سيطرت قواتنا على هذا المانع الطبيعي وسيطرت على نقطة سوق الخميس وتمركزت فيها واتخذت موقعا دفاعيا منتشارا عسكريا صحيحا، فهذا يعتبر نصرا تكتيكيا مهما جدا جدا. أنا ليس لي علم بالخطط المعدة من القادة الميدانيين، هم أدرى بذلك، ولكن من الناحية العملياتية من الناحية التكتيكية الميدانية ما عملوه اليوم يعتبر يعني تقدم تكتيكي مهم، نأمل أن يكون فيه الزخم الكافي للسيطرة على تلك المنطقة، لأن هي المدخل لا ترونا في الحقيقة يعني. نعم، المدخل الثاني هو فم ملغى، اللي هو بداية الفتحة هي الفتحة الموجودة في سلسلة الجبال التي تحيط بمنطقة ترونا من غربها. أنا هذا ما أريد أن أركز عليه، ولذلك من نظر لشحة المعلومات فأعتقد أن الموضوع يعني الحكم على ذلك سابق لأوانه، فلعلنا غدا أو بعد غد نرى ما إذا تمركزت قواتنا في تلك المنطقة
وتعاملت معها كمكان استراتيجي للانطلاق الأمام أم لا؟ هذا هو من نريد معرفته. وربما السيد الشتوي ما عندهش تفاصيل حول هذا الموضوع، فربما يعني لكن يحدوني أمل كبير. طيب، أن هناك إشارات إيجابية. هذا بخصوص هذا المحور، هذا بخصوص هذا المحور وأهميته. سيد محمد النعاس، ماذا عن بقية المحاور الستة أو السبعة الأخرى في جنوب العاصمة طرابلس؟ يعني هل يعني ليس لديها أي أهمية تذكر في هذه المرحلة؟ ما وقع في هذه المحاور هو نفس ما وقع في أكثر من مرة، ممكن 8 أو 10 مرات، يحدث تقدم ثم تراجع ثم استنزاف لقوات العدو واستنزاف لقواتنا نحن. ولذلك من الناحية التكتيكية يصعب العسكرية الصرفة، يصعب تقييم ما حصل تماما إلا بعد أن نعرف الفسيفساء التي انتشرت فيها قواتنا وقوات العدو. ونأمل أن يزودنا الإعلام الحربي التابع لعملية بركان الغضب بتفاصيل أكثر حتى نتمكن من التحليل. يعني اليوم لدينا عدد كبير من الشهداء، هذا يدل، والجرحى كذا، هذا يدل أن العدو عنده مقاومة شرسة وعنده خلايا تقاتل، وربما بعض ضحاياهم يعني كان بسبب قصف الهاون، وربما لخطأ تكتيكي من قواتنا. قواتنا عندما تسيطر على على مكان كان فيه العدو يجب ألا تستقر فيه، لأن العدو مسبقا واخذ إحداثيات منتحة ويعرف أنهم عند تلك المنطقة يفتح عليهم نيران الهاون 82 ملي و 120 ملي. فنأمل أن قواتنا يعني أسباب كثرة الشهداء اليوم ما يكونش بسبب خطأ تكتيكي وقع في قواتنا. فنأمل أن يكون أهم شيء ليس احتلال الأمكنة وإنما الحفاظ على أرواح المقاتلين والاقتصاد في القوات، وهذه من المبادئ العسكرية القتالية. ولكن في جميع الأحوال نحيي صمودهم وشجاعتهم المنقطعة النظير، ونأمل من الله سبحانه وتعالى أن يحقق النصر على أيديهم. سيد محمد كرير، يعني في المقابل كيف تابعت يعني ربما الإعلام الطرف الآخر، الإعلام العدو؟ أنت أشرت إلى كلمة أو المؤتمر الصحفي الذي أقامه المسمى المسماري، المدعو عبد السلام المسماري الناطق باسم ميليشيات حفتر، يتحدث فيه أنهم يواجهون الآن الجيش التركي، وهو يتحدث من أبو ظبي، كيف ترى ذلك؟ هو حقيقة يعني إعلام العدو يفتقد إلى الركائز الثلاثة الرئيسية التي دائما نذكرها ونقول أنها هي الركائز والأساسيات لأي إعلام يريد أن يجد القبول عند المتلقي أو المشاهد أو المستمع أو القارئ، وهي الحق والصدق والواقعية. إذا ما نظرت إلى إعلام العدو المتمثل في حفتر وعصاباته فهو يفتقر ويفتقد إلى هذه المسميات والركائز الثلاثة بتاتا. يعني عندما يتكلم هذا المسماري، المدعو المسماري من أبو ظبي، ويقول نحن نواجه الآن قوات تركية، أعتقد أن أهل بنغازي حتى الذين يأتمرون بأمره ويسمعون له أو يستمعون له يعلمون أن هذا الكلام هو كذب في كذب في كذب، وهو محض افتراء. يعني هل وجدنا أحد الجرحى في قوات بركان الغضب التي تدافع العاصمة وعن ليبيا بالكامل تركي الجنسية أو مصري أو قطري أو تونسي أو جزائري؟ هل وجدنا من الشهداء غير الليبيين يحمل جنسية غير الجنسية الليبية، أو حتى يعني كان له علاقات قوية مقيم بالخارج فترة طويلة والآن أتى ليقاتل؟ كل الذين استشهدوا وكل الذين جرحوا وكل الذين يدافعون عن العاصمة الآن هم يحملون، هم ليبيون. يعني ليس هذا الرجل يكذب حتى أصبح أنه يعتقد أن الذي يقوله هو يصدق نفسه. في المقابل يعني الضباط والجنود الفرنسيين واعتراف فرنسا بأنها أرسلت يعني أنت عندما أسلحة الجافلين، عندما تصدر بيان أو مؤتمر صحفي من دولة أجنبية، من 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 دولة ضالعة ووالغة في دماء الليبيين، من الإمارات، من أبو ظبي، ماذا يسمى هذا؟ هل هذه وطنية؟ وتتكلم من أبو ظبي وتقول أننا نواجه قوات تركية. طيب، إعلام العدو لماذا يقوم بذلك هو؟ يعني ما هي الرسالة التي يريد أن يوصلها بعقده مؤتمرا صحفيا عسكريا
يتحدث فيها عن العمليات العسكرية في ليبيا من أبو ظبي، يعني ما هي الرسالة التي يريد أن يوصلها؟ لا، هو حتى وإن لم يتحدث من أبو ظبي، هم اعتادوا على أن يغطوا عن الهزائم أو على الهزائم بالضجة الإعلامية والكذب المتواتر جدا جدا، وهذه الثرثرة التي تدغدغ جزء من عواطف بعض الذين ما زالوا يصدقونهم. هم يمارسون الإعلام الحربي القذر، الإعلام القذر في الحرب القذرة للأسف الشديد، الذي لا يعتمد ولا يستظل أو ينطلق من أي من أدنى مقومات الأخلاق أو المهنية أو القانون أو حتى الرجولة والفطرة والعقل السليم. وبالتالي هم أمام ضربة قوية جدا وأمام انكسار رهيب جدا في جوهر قواتهم وجوهر أهدافهم الاستراتيجية وعملياتهم المشؤومة، ولم يعد أمامهم مجال إلا التغطية الإعلامية الكاذبة التي استقوها من إعلام القذافي عندما سير شاكير وحمزة التهامي ليبيا في تلك الفترة على مدار 6 أشهر بالكذب والتضليل الإعلامي. هي محاكاة للإعلام الكاذب السابق، وهي تغطية سمجة أعتقد أنها لن تتجاوز شهر إذا ما تحررت ترهونة، وتصبح هذه اللقاءات الصحفية والمؤتمرات الصحفية لن نراها كثيرا، لأن ما يسوقه أو يسوقه الآن في حقيقة الأمر يكذبه الواقع داخل ترهونة وداخل محاور في طرابلس، وتكذبه أعداد القتلى وأعداد الفارين وأعداد الأسرى من قواتهم هم من عصاباتهم التي تهاجم العاصمة الآن. وبالتالي أنت أمام شيئين، أمام شخص يتكلم وواقع يتحدث ويعكس حقيقة أو كذب هذا الكلام. الآن الشهداء والجرحى من قوات بركان الغضب يعلن عنهم مباشرة وتقام الجنائز والصلوات والبيانات الإعلامية دون أي مواربة ودون أي تضليل، وعندما نخسر موقع نعترف بأننا خسرنا موقع، أو عندما يقع منا أسير نقول وقع منا أسير وتم تعذيبه وقتله، لكن بالمقابل نحن نتحداهم أن يذكروا لنا أسماء القتلى الذين في صفوف عصاباتهم، أو يذكروا لنا أسماء الهاربين والفارين من مواقعهم، أو أسماء الأسرى الذين هو في الآن البداية عند الدولة حتى الليبية. أن ينكر حتى أن ينكر في بداية هذه العملية أن لديه أسرى وقعوا في قوات فالإعلام يدل على أن المعنويات منهارة وأن العدو متضعضع الصفوف، لكنه يحاول ويشاكس وقدر الإمكان يبذل جهد حتى لا تنهار الجبهة في 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 لحظة. والانهيار في لحظة قد يكون يعني ينهي كل شيء، ينهي هذه العملية بأهدافها التكتيكية والاستراتيجية. طيب، على ذكر الشهداء والإعلان عن الشهداء، سيد عمران اشتاوي، ما هي حصيلة هذه العملية من الشهداء، ولماذا يعني ربما كان العدد كبيرا كما قال السيد محمد النعاس؟ هو تقريبا سيد عبد الرحمن تقريبا 10 شهداء، لكن بالتأكيد نحن عندما نفقد شهيد واحد نعتبر أن العدد كبير، لأننا فقدنا يعني طاقة مهمة جدا نحن بحاجة إليها في بناء هذا البلد. لكن باعتبار أن المحاور يعني معظمها تحركت هذا اليوم، فبالقياس بعدد المحاور عدد الشهداء اليوم أقل من السابق، يعني وصلت في محور واحد أو محورين في وقت سابق إلى تقريبا إلى 20 أو أكثر من 20، لكن 10 شهداء مع تحرك جميع المحاور ومع يعني استخدام الهاون، ونعلم مدى يعني شراسة هذا النوع من الأسلحة، نعتقد بأن العدد هو كبير، لكن مقارنة كما ذكرت بتحرك مجموعة من المحاور هو عدد قليل بكل تأكيد. نعم، ماذا عن حصيلة القتلى في صفوف الطرف الآخر، صفوف العدو؟ طبعا هم يتحدثون في إعلامهم اليوم، يتحدث ما يعرف بالمسمار المتحدث باسم حفتر، يقول بأن عدد الشهداء وصل إلى 30. نحن نعلم عندما نقول بأن أو يعني في إعلامنا عموما نحن ليس عندنا ما نخفيه، يعني دائما ما نقول الحقيقة ولا نقول شيء غير الحقيقة، ويعني إذا أحرزنا تقدمات نقول أحرزنا تقدمات، إذا تراجعت قواتنا إلى تمركزاتها السابقة نذكرها ولا يعني
ننكر هذا الأمر، لأننا نعيش الواقع، بينما هم بالطرف الآخر دائما إذا تحدثوا يتحدثون بلغة إعلام تقليدي قديم. يعني اليوم مثلا المسمار يجتر ما كان يقوله في بداية عدوانهم على طرابلس، يقول نقاط الإرهابيين. يعني أصبح هذا التكرار ممل، وواضح هذا الكذب لكل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أي إرهابيين، خصوصا وأن الأسرى الذين تم القبض عليهم يعني أنكروا كل ذلك، يعني قالوا بأن من وجدناهم لم يكونوا إرهابيين، هم مجموعة من الشباب العاديين جدا أخذتهم الحمية للدفاع عن العاصمة. بالعودة إلى سؤالك سيد عبد الرحمن، بالنسبة لعدد من قضوا من معسكر الآخر، دائما هم أعداد كبيرة، تصلنا معلومات من داخل بعض المستشفيات حتى قبل إعادة السيطرة على غريان، مستشفى غريان، والآن يتم تحويلهم غالبا إلى مستشفى ترهونة. العدد غالبا يعني ما بين الضعفين إلى ثلاثة أضعاف ما يسقطون عندنا من شهداء. هذا الأمر متأكدين منه بعد. نعم، هم لا يعلنون ذلك، لو يعلنوا، لكن طيب. دائما ما تصلنا المعلومة إما من الداخل أو بعد فترة أو مضي أيام على المعركة. طيب سيد عمران، أيضا أريد أن أسألك، يعني هل فعلا واجهتم مقاومة شرسة أثناء هذه العملية، وهل كان هناك تدخل من سلاح الطيران التابع لمجرم الحرب حفتر؟ نعم، لا، بالتأكيد كانت هناك مقاومة قوية وشرسة من في بعض المحاور، ليست كل المحاور، لكن كما ذكرت هو ليس الهدف. أين تركزت هذه المقاومة من خلال تحرك تركزت مثلا في عين زارة. في عين زارة كانت هناك مقاومة، صحيح نقول بأنها شرسة هكذا أخبرونا. أكثر شيء عين زارة باعتبار أن هذا المحور هم يعلمون جيدا بأن التقدم في هذا المحور والوصول إلى السمافر وادي الربيع يعني سيضعف كثيرا جدا هذه الميليشيات، وتكون المعركة قد شارفت، المعركة الأولى أقصد، قد شارفت على نهايتها. لكن بسبب المقاومة وبسبب أيضا انشغال القوات بتحقيق تقدمات، قوات بركان الغضب بتحقيق تقدمات في أماكن أخرى زي مثلا سوق الخميس مثلا، يعني لم يتم دعم هذا المحور بالشكل الكافي. وأيضا هي تأتي من باب وفي نفس ما قلنا في نفس العنوان، وهي اختبار الطرف الآخر وأين تتركز قواته. النتيجة أنها تتركز أكثر شيء في وادي في عين زار، عفوا، بالنسبة للمحاور المتاخمة لجنوب طرابلس. طيب سيد عمران، أريد أن أسألك أيضا حول الوضع جنوب غريان، يعني هل كان هناك تحرك أيضا في هذه العملية في تلك المنطقة، أم أن هذه عملية كانت جنوب طرابلس أو المتاخمة لحدود طرابلس فقط؟ التحرك كان والمبادرة في الهجوم كانت من قوات بركان الغضب، وتحديدا من قوة حماية غريان. القصد بأن طالما المحاور مشتعلة ومعظم القوات في هذه المحاور تقاتل الطرف الآخر، قوة حماية غريان حتى لا يكون هناك دعم يأتي مثلا من منطقة العربان على سبيل المثال إلى محاور جنوب طرابلس، بادرت قوة حماية غريان بقصف هذه المناطق لمنعهم أو لقطع الطريق عليهم أو مجرد التفكير في التقدم أو دعم مجموعاتهم. إذن كانت العملية شاملة يعني حتى إلى جنوب غريان. نعم، وهذا ما يميز كما ذكرنا هذا التحرك بالنسبة لهذا اليوم. ما يميز أنه كان تحركا شاملا ولم يأتي بين عشية وضحاها. الموضوع أخذ أسابيع حتى أنه حدد له وقت كان سابق وألغي وتم تأجيله إلى هذا اليوم. التحرك كان شامل لأن هناك اعتبارات كثيرة يعلمها العسكريون، ولابد من أخذ الاحتياطات والاستعداد بقدر كبير جدا وجاهزية تامة لمنع أي التفاف أو اختراق لصفوف قوات بركان الغضب. طيب لم تجبني ربما على سؤال طيران العدو، يعني هل استخدم سلاح الطيران في محاولة منع تقدمكم؟
الاستعمال لهذا اليوم وهو يعني ربما مستغرب، استعمال الطيران كان استطلاعيا فقط، يعني شوهدت عدد من الطائرات التي تقوم برصد تحركات قوات بركان الغضب، لكن الضربات القتالية كانت قليلة ولم تحقق أي من أهدافها، لأن الكل يعلم الآن ودائما ما يقولون لنا بأننا يعني أو بأنهم صاروا على قدر كبير جدا من الخبرة والدراية في التعامل مع هذا الطيران خصوصا في ضرباته القتالية. فلم تعد أفراد قوات بركان الغضب يهتمون كثيرا لهذه إلا في الأماكن المفتوحة فقط. نعم، ربما يعني أختم معك بهذا السؤال، هو حول معلومات عن أسر المبروك سحبان، هل هذه المعلومات صحيحة؟ لا لا، هي غير صحيحة. لا، في البداية كانت هناك أخبار تتداول على أن المبروك سحبان نفسه قد اعتقل، ومن ثم قالوا ابنه نضال، والمبروك سحبان في الأصل ليس لديه ابن اسمه نضال، فبالتالي هذه يعني مجرد أخبار وفقط يعني. نعم، غير صحيح. طيب أتحول إلى سيد محمد النعاس، ربما استمعت إلى عمران شتاوي، هل لديك أي تعليق وخاصة فيما يتعلق بسلاح الطيران، لماذا لم يستعمله هذه المرة وربما هذا يثير استغراب؟ هذا كلام ركزنا عليه في أكثر من حلقة سابقا، وهو لا يملك طيران يستطيع حسم المعركة. الطيران الذي يحسم المعارك هو الطيران الحديد والطيران المقنبل على قاذفات القنابل على وجه الخصوص، وحفتر لا يملك قاذفة قنابل واحدة يستطيع أن يمطر بها الجبهات لردع الخصم عن تقدمه. طائراته قديمة، وقلنا حتى تفصيل بها كامل، لأن هي 7 ميج 21 و3 ميج 23 وزوز ميراج واحد وواحدة واثنين سخوي 22، هذا هو طيراننا كله، وهذا كله مستهلك وقديم عمره أكثر من 35 سنة زي طيراننا احنا بالضبط، لكن احنا طيراننا أكثر كفاءة في استخدامه، ولاحظت أن السلاح الجوي التابع لنا الحقيقة يقتصد في استخدام هذا السلاح، وهذه ظاهرة طيبة حتى لا يرهق طائراته، وما فعله اليوم يعني كان يعتبر عمل تكتيكي عسكري جيد جدا يسند القوات، وكذلك يراقب محاور العدو ويركز على ضرب طرق الإمداد. ما زال الطرق الذي المحور الذي يقسم ظهرنا هو محور ترهون بن وليد، ترهون وشتاتها بن وليد، إذا تم حرمان الخصم من استخدام هذا المحور فإن المعركة سوف تنتهي، وحتى محور ودربيع وقصر بن غشير سوف تنتهي. نعم. شكرا جزيلا. نعم. لك سيد محمد النعاس، أكمل هذه العبارة لو سمحت. لا، قبل نقول لك إذا كان عندك وقت بنقول لك عليه، ما أنتم ذكرتوش أهم ما ورد في كلام الحاسي اليوم في دبي لأني تابعته بدقة يعني. لكن ما عندكش وقت خليها مرة المسماري. المسماري يعني. نعم، ربما في ربما في فرصة أخرى. نعم، ربما في فرصة أخرى سيد محمد النعاس المحلل السياسي والعسكري، نشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من استديوهاتنا في طرابلس، وكذلك نشكر السيد عمران شتاوي الإعلامي في عملية بركان الغضب من استديوهاتنا في مصراتة. أستاذ محمد كرير، نشكرك جزيل الشكر على تواجدك معنا. أعزائي المشاهدين، الشكر موصول إليكم لطيب متابعتكم، إلى أن نلتقي بكم دمتم في أمان الله وحفظه. Mm-hmm.